المقطع الثالث. ثم قال المعارض بعدما فسر هذه التفاسير المقلوبة، قال المعارض: ويحتمل أن يكون هذا من الأحاديث التي وضعتها الزنادقة فدسوها في كتب المحدثين. ماذا تريد يا ابن تيمية؟ فسر وأول هنا، قلت أنت كافر، لماذا تأول؟ يريد أن ينزه الله ويقدس الله، لكنك تقول له بأنك كافر وقد كفرت كفرا عظيما. هذا اتهام التيمية لمن يفسر وينزه ويقدس الباري سبحانه وتعالى. الآن ماذا يفعل ذاك الشخص؟ يقول أما نؤول حتى نقدس وننزه الله سبحانه وتعالى من الجسمية والتشبيه، أو نقول بأن هذا الحديث نرفض، هذا الحديث نقول هذا حتى لو أتى بكتب صحيحة فهو من وضع الزنادقة، وحركة الزندقة والتزوير والتزييف موجودة كما يفعل التيمية الآن. الآن أيضا أنتم توقعوا عندما يصدر كلام من هنا من هذا الشخص المتحدث معكم، المذنب العاصي الجاني الحقير الذليل، وأيضا عندما يصدر من الآخرين ممن يتصدى للتوحيد الأسطوري وللتكفير التيمي، توقعوا أنهم في الطبعات الجديدة يتغير كثير من الأمور، يحصل الكثير من التدليس، وهكذا هم دائما مع الزمن دائما يدلسون بهذا الطريق، يكتبون بصورة جديدة ويمحون ما سبق ويدلسون في الجديد، ومع وجود الجهال ومع مرور الزمن يعني يسير هذا التدليس على الناس ويصعب التمييز. فليس عندهم مشكلة، هذه قضية قد تربوا عليها، صارت جزءا من شخصياتهم، من دمائهم، من منهجهم، من سلوكهم التيمي. كل من يدخل هذا الطريق يخرج مدلسا من الجانب الآخر، يقينا يخرج مدلسا على طول الزمان، ليس فقط في العصر الإسلامي. ارجعوا إلى ما قبل الإسلام، ارجعوا إلى ما قبل الإسلام، ستجدون يوجد خط هاشمي، خط تقوى، أخلاق، نزاهة، صلاح، إصلاح، خط عام، غيرة، شرف، كرامة، وهذا الخط هو الذي انضم إليه الكثير من البيوتات والأشخاص. ويوجد خط آخر ينافس خط الفساد والانحراف والانتهازية والسلطة والمنفعة والتزوير والتزييف، وهو الخط الأموي. التفتوا جيدا إلى هذه النقطة. الصحابة الأوائل ممن التحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الخطوة الأولى التي جعلت هؤلاء يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر، الصحابة الأوائل هم كانوا من الخط الأول، كانوا مع الخط الأخلاقي الذي يخالف الخط الأموي ما قبل الإسلام. أنا لا أتحدث الآن عن دين والتزام ديني، تحدث عن خط أخلاقي، والقضية فيها نسبية، نقول للتقريب يعني تحالف على أساس الأشخاص أو بيوتات أو قبائل عشائر الصحابة الأوائل، كان تحالفهم مع خط بني هاشم، مع خط الأخلاق ما قبل الإسلام، في مقابل الخط الأموي الفاسد. إذن حركة التزييف والتزوير قديمة ليست حديثة، ما قبل الإسلام، فهذا هو نهج ثابت عندهم. فتوقعوا يحصل التغيير في ما يصدر من إصدارات جديدة. المقطع الثالث. ثم قال المعارض بعد ما فسر هذه التفاسير المقلوبة، قال المعارض: ويحتمل أن يكون هذا من الأحاديث التي وضعتها الزنادقة فدسوها في كتاب المحدثين أو في كتب المحدثين، في كتب أهل الحديث، فأين المشكلة؟ قال المعارض: ويحتمل أن يكون هذا من الأحاديث التي وضعتها الزنادقة فدسوها في كتب المحدثين. قال ابن تيمية: فيقال لهذا المعارض الأحمق. يقول ابن تيمية: فيقال لهذا المعارض الأحمق الذي تتلعب به الشياطين: أرأيتك أيها الجاهل. الكلام لابن تيمية. يقول: فيقال لهذا المعارض الأحمق الذي تتلعب به الشياطين: أرأيتك أيها الجاهل، إن كان الحديث من وضع الزنادقة فلما تلتمس له الوجوه والمخارج من التأويل والتفسير كأنك تصوبه وتثبته أو تثبته؟ أفلا قلت أولا إن هذا من وضع الزنادقة فتستريح وتريح من العناء والاشتغال بتفسيره
أفلا قلت أولا إن هذا من وضع الزنادقة فتستريح وتريح من العناء والاشتغال بتفسيره، ولا تدعي في تفسيره على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل الجنة فرأى شابا من أولياء الله تعالى فقال هذا ربي، غير أنك خلطت على نفسك فوقعت في تشويش وتخليط، لا تجد لنفسك مفزعا إلا بهذه التخاليط، لا تجد لنفسك مفزعا إلا بهذه التخاليط، ولن تجدي عنك شيئا عند أهل العلم والمعرفة، وازددت به فضيحة. أقول ليس دفاعا عن المعارض، ولسنا في مقام بحث ذلك، ولكن النهج العلمي يقتضي استيعاب كل المحتملات أو أكثر المحتملات في المسألة كي يكون البحث أكثر شمولية وواقعية ودقة. وإذا كان استيعاب المسألة ومحتملاتها وتفريعاتها مرفوضا عندك وتتهم فاعله، فإذا كان كلامك صحيحا وكنت واعيا لما قلت يا تيمية، فلماذا لم تنصح نفسك قبل المعارض وتركت الجهمية المعتزلة والأشعرية والشيعة والصوفية وغيرهم، وتركت الجهمية على باطلهم وتستريح وتريح بادعاء أن ما جاءوا به من وضع الزنادقة دون الإطالة معهم في الردود الفارغة الحشوية الممتلئة تناقضات وخرافات وخزعبلات؟ المقطع الرابع، المقطع الرابع قال: وروى المعارض أيضا عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد صلى الله على محمد وآل محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت لا علم لي يا رب، فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري فتجلى لي ما بين السماء والأرض، فادعى المعارض أن هذا يحتمل أو يحتمل أن يأتي ربي من خلقه بأحسن صورة، فادعى المعارض أن هذا يحتمل أو يحتمل أن يأتي ربي من خلقه بأحسن صورة، فأتتني تلك الصورة وهي غير الله والله فيها مدبر، فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، يعني تلك الصورة التي هي من خلقه والأنامل تلك الصورة منسوبة إلى الله، على معنى أن الخلق كله لله. فيقال لهذا المعارض كم تدحض في بولك وترتطم فيما ليس لك به علم، كم تدحض في بولك وترتطم فيما ليس لك به علم. أقول عندي أولا وثانيا: أولا، هذه أخلاقيات ابن تيمية وأتباعه، فمن أين لكم هذا؟ ثانيا يأتي كلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله.